بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. وضع يا جماعة عرض من ضمن التحميلات بتاعت العروض. هذا يا جماعة الناس يعني الحمد لله بعتت الفلوس، وبنبعتولها برضو بيبقى فيه فيديوهات على الخاصة يا جماعة، بنبعتها لها بيتفرج برضو على المال مرة واثنين وثلاثة، والناس بعتت فلوس الحمد لله. وادي ده تحميل برضو عشان خاطر المصداقية، احنا عندنا كل يوم يا جماعة ناس بتخش جديد على قناة المزرعة، فده برضو ايه يعني ايه بنحبه كده، كل فين وفين مثلا بنجي ايه بنحمل فيديو. دول كانوا العرض يا جماعة اللي هم كانوا ست خرفان وست خرفان والاربع جديان الاثنين الصغيرين والاثنين الكبار. والرايل برضو الحمد لله قصدنا في معزة زرباوي يا جماعة، فاحنا قضناها له هي معزة زرباوي، حاجة اهي من المال الطيبة يا جماعة، الزرباوي الحر ابو عكفة. والمعزة دي يا جماعة عشر شهرين، شايفين الودان والحلاوة. الله يبارك لصاحب المال، يعني الله يبارك لصاحب المال وصاحب النصيب يا رب. ان شاء الله بكرة يا جماعة في يعني ايه هتبقى في تغطية كده باذن الله من سوق ضراو، تابعونا برضو ايه اول باول، تابعونا اول باول. يلا الله يسهل لصاحبك، يلا 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 الله يسهل لصاحبك، يلا 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 امشي. وطبعا يا جماعة يعني طبعا من الاساسيات دلوقتي عشان الجو برد، يعني العربية بتبقى متقفلة تكفيل يعني المشمع عليها. بالصلاة على النبي، هذه المشمع، وهذه الناس السواقين المحترمين معانا، ناس فارس احسن ناس. وادي العفشة من تحت برضو عشان خاطر الجو برد، اهو بالصلاة على النبي شايفين تكفيلة. برضو بيبقى في مكان للتهوية هنا ومكان للتهوية هنا، اهو هذا المكان. وادي العربية برضو اهي هي يوم متقفلة، يعني الله يبارك لصاحب النصيب ويبارك يا رب كده ايه لصاحب المال. بالصلاة على حضرة النبي تبارك الله. هذه العفشة يا جماعة، وادي التكفيلة بتاعت العربية عشان الجو شتاء، يعني حاجة تبارك الله ما شاء الله. تفضل حجي محمود. طبعا برضو الباب اللي من ورا ده بيتقفل كويس، والمشمع برضو بيتشد عليه منعا يعني ايه عشان في حاجات كده ايه يعني السواق ممكن يغفل مثلا ولا حاجة. الله يبارك يا رب والله يسهل لصاحب النصيب. بالصلاة على النبي تبارك الله. افتح كده الباب معلم. وبرضو يا جماعة برضو يا جماعة برضو للمصداقية يعني للمصداقية، النعجة دي اتباعت اللي هي السودة دي اتباعت لواحد رايل الزبون يعني الله يسهل لنا ويسهل له، اتباعت لواحد من الغربية، بس طبعا هي عايز عليها شوية جديان، فان شاء الله نكمل له الجديان، واي عربية طالعة ان شاء الله بنحملها له معاه. والنعجة دي يا جماعة افتح كده افتح. وهذا يا جماعة النعجة دي لسه والله ما حصلش نصيب فيها، اي حد عايزها يا جماعة احنا تحت امره برضه، اي حد عايزها يا جماعة ان شاء الله احنا تحت امره. نعجة رحماني سادة على الاول وتحتيها انتيتين، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. احنا دي يا جماعة يعني ايه اتصل بيا ومش هنختلف في سعرها ان شاء الله. رقم 010-15-420-713 010-15-420-713 حاجة من الحلويات يا جماعة. ادي عيالها بسم الله ما شاء الله تبارك الله، وانتظرونا ان شاء الله بمشيئة المولى. بكرة هيبقى معانا عروض، يعني ان شاء الله يبقى في مفاجآت بكرة بإذن الله نقدمها لكم. وان شاء الله الناس اللي عيبها أسواق المزرعة، الحمد لله في ناس كثيرة عجبتها الموضوع بتاع أسواق المزرعة، إن الحاجة تاجي تبقى باللي عليها وتتعرض زي ما عليها. والعرق يا جماعة عشان في واحد يعني رأي الأخ فاضل برضه هو ليه حرية الرأي، يعني تكلمنا في دية النعجة دي أنا جايبها ب 1900 جنيه تمام. أقسم بالله يا جماعة أقسم بالله أنا النهاردة مشتري معزة اللي هي وريتها لكم في اول الفيديو، والله العظيم الله يسهل لصاحبها ب 600 جنيه عرق، معزه مشتريها ب 600 جنيه عرق،
العرق ده انت بتدفعه زياده ليه؟ انت بتدفع يا حاجه رخيصه فاهمني؟ يعني انا راي اللي تشطرته وجبت لك نعيه ب 1900 جنيه، هو في نعيه ب 1900 جنيه يا جماعه؟ ما برضه عشان يبقى ايه؟ وقلت انا عايز فيها 600 جنيه عرق يعني هبيعها ب 2000 ونص، واحد اتصل بينا وخدها وخلص فيها اهو، الله يسهل له، محتاج عليها شويه حاجات تاني ان شاء الله هنكملهم له. وفضلت معانا النعجه الرحمانه دي تحتيها انتيتين، لو اي حد عايزها في اي مكان يتواصل معايا وانا بوصلها لك لغايه عندك. وان شاء الله مش هنختلف معاك في السعر. في نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.